بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان الكرام، في هذا الفيديو غادي نشرحوا لك برانسيب دو بيتون ارم، يعني واحد الكور اللي هو مهم وبشرح مبسط ان شاء الله. نتمنى بانكم تستافدوا من هذا الشرح هذا. اتيديون لو برانسيب دو فونكسيونمون دو كيلكو زيليمون دو بيتون ارمي دون اون ستركتور كورونت. يعني بحال هنا تقول لك يعني شنو هما لي زوفراج اللي مهمين او لي زيليمون اللي مهمين بالبيتون ارم اللي تكون عندنا في البنايه. يعني كاين البوتر، النضال، البوطو، فونداسيون، وكاينين لي فوال، مير دو سوتينمون. يعني كاين بزاف د الحوايج. المهم هادو هما بالنسبه لي ستاجير، ها علاش تركزوا على هاد الاربع ديال الحوايج اللي هما هاد. نبداو اول حاجه بلي بوتر. ان بوتر اون بيتون ارمي اي جينيرالمون سوميز ا دو لا فليكسيون. يعني البوتر اللي بصفه عامه تتعرض لينا واحد لا فليكسيون، يعني واحد الانحناء، يعني هاد لا فورس فاش تطبق على هنا تيوقع لها ان فليكسيون لا بوتر ديالنا بحال هاد الشكل هذا. لا فيبر سوبيريور كومبريمي لا فيبر انفيريور توندي. يعني هاد الجهه اللي تتكون عندنا الفوق لا بوتر راها يعني كومبريمي، تضغط لينا وتتصغر، عكس لا فيبر انفيريور اللي هي هاد التحتانية هنا، هادي تتوندا، يعني جاي من توندي تتوندا لنا وتتكبر تتجبد. دونك هذا هو الدور ديال البوتر فاش هاد شنو، هذا هو هادي هي الحوايج اللي كطرى لا بوتر فاش تدير لها انفليكسيون. ليفرون نو زا اون سيري ديكسبيريونس دو ريبتيف دو بوتر ا لا فليكسيون. المهم حنا فهاد قالك غنشوفو امثلة ديال هاد لا شارج ديال هاد لا بوتر هادا، كيفاش تتشقق لينا وعلاش كتشقق لينا. المهم خدينا واحد البوتر عندها واحد دو زابوي ا بي وطبقنا عليهم واحد ان فورس اللي هنا قسمنا، يعني بحال فورس اللي غنديرو هنا كونسونطري درناها هنا وهنا، مي قسمناها درنا ليها السونتر ديالها، قسمنا هادي عطينا بحال دابا كنا نطبقوا عليها واحد ان فورس ديال 100 كيلو نيوتن، طبقنا عليها هنا 50 وهنا 50، شوفوا النتيجة اللي حصلنا عليها. بوسون على غيبتير ان بوتر دو بيتون اون فليكسيون سون زارماتير بور ان فيبل شارجور شارج عفوا اف ايغال 6000 نيوتن لا غيبتير انترفياندرا بريتالمون. يعني قال لك اسيدي فاش ندير واحد البوتر مي ما فيهاش الحديد، ما فيهاش لي زارماتير خطره، يعني مكونه لنا غير من البيطون، ودرنا ليها واحد طبقنا عليها واحد لي فورس اللي كيما شفنا في ليكزام في اللي فات. ها هما هنا عندنا هنا، يعني لا ميم فورس عندهم نفس القوه، ودرنا طرا ليها لا فليكسيون. يعني فليكسيون فاش نسمع فليكسيون يعني راه واحد الجهه وقع لينا كومبريمي واحد جهه طوندي، يعني بلاصه وقع فيها كومبريسيون وبلاصه لاتراكسيون. بوغ اون فيبر شارج لا ريبتيغ ان فيال بريتالمو، يعني قالك فاش طبقنا هاد لا شارج هادي يعني لا بوتر بدات كتشقق لينا، صافي بدات كتشقق يعني ما خداماش لينا. لا فورم ميم دو لا ريبتيغ نو مونت كو سي ديرنيي بروفيان دي ان سيفيزون دو بيتون ا لاتراكسيون. يعني هاد التشققات اللي وقعت لينا راه وقعت لينا في واحد البلاصه اللي هي اللي وقع لينا فيها لاتراكسيون، يعني هادي هي البلاصه اللي وقع اللي بدا ليا منها التشقق ديالي، راه هي هاد البلاصه التحتانيه يعني اللي بدا فيها لاتراكسيون ديالي. نو زالو غوميدي ا سيت انسيفيزونس ان بلاسون دي بار داسي اون زون انفيريور اسي لونجيتيدين لا او سو ديفلوب لي كونترانت دو تراكسيون. المهم قالك عندنا ندير واحد تجربه واحده اخرى، واحد دراسه واحده اخرى، مي غادي نديرو ليها واحد في البلاصه انفيريور، يعني هاد البلاصه التحتانيه اللي هنا يعني في التحت، غادي نديرو لاسي لونجيتيدينو. يعني فاش غنسبع اسي لونجيتيدينو هما هادوك لي بار اللي غادي تكونو طوال لا او سي ديفلوب لو كونتر دو تراكسيون. يعني قالك هادي هي البلاصه اللي وقع علينا فيها لا تراكسيون، يعني الشد، يعني هي البلاصه اللي تجبدت لينا، دونك هي فين خصني ندير فيها الحديد. دارو لنا اكزومبل، دارو لنا واحد لا سيكسيون دار 4 قطبان الديامتر ديالها 20 اللي هو الصفر ديالها 12.57. نشوفو شنو وقع علينا. ارمي داسي لونجيتيدينو اون بارتي توندي لا بوتر بريزونت اون ريزيستانس غراندمون اميليوري اف ايغال 70000 نيوتن 12 فوا بلي. يعني قالك فاش طبقنا عليها نفس لاش لا عفوا طبقنا عليها واحد لاشارج ديال اف ايغال 70000 نيوتن، وطبقنا هذيك لاشارج هذيك البلاصه يعني اللي درنا فيها لي زارماتير هنا هنايا البلاصه اللي هي طوندي ما تشقات لينا في بلاصه واحده، يعني ظهروا واحد التشققات كيما تنسبيو مي تشققات اللي غير ضاره، يعني ما
ما عندهاش تأثير كبير كيف ما كان في الأول. هذيك التشقق اللي كان عندنا في الأول يعني أثر لينا على الفوتو، كانت تهرس لنا صافي. مي فاش زدنا لها الحديد درنا لها لاسي ديالها وطبقنا عليها واحد القوة اللي هي 12 مرة أكثر من اللي طبقت في الأول، وقع لها تشقق طبقنا هذا 12 مرة مي ما وقعش لنا تشققات ضارة، تشققت لي هاد البلايص هذا. Ce sont des fissures inclinées, près des appuis, qui vont brusquement s'ouvrir et provoquer la rupture de la poutre. Ce type de fissure est dû à l'effort tension, au ciseaux. يعني كي البلاصه اللي فيها لي زابوي عندنا تتوقع لنا واحد التشققات اللي هي تكون مائله ب 45 درجه. يعني فما تكون عندك لي زابوي، مثلا عندنا لي زابوي هنا ولي زابوي هنا، عندنا واحد التشققات اللي هي مائله ب 45 درجه، مي تبقى غادي غادي تلحقوا مثلا هنا الوسط يكون عندنا يعني 90 درجه تكون قائمه، يعني زاويه قائمه تشققات عندها طالع لنا نيشان في هذا الاتجاه. هذا التشققات هادو اللي هي مائله تنسميوها يعني التيب ديال التشققات تسمى لي فور ترونشو، يعني ناتجه عن القص. شنو القص؟ يعني شديت بحال دابا واحد لا فورس هبطتها من هنا، واحد فورس طالعه من هنا، يعني اي فورس طالعه وهابطه راه غادي يوقع لنا واحد سيزيمو، يعني غادي تقطع لي هذيك لا بوتر غادي تقطع. داكشي علاش تتسمى هنا لي فور ترونشو هاد الحاله هادي اولا سيزيمو، يعني داكشي اش تتوقع لينا واحد يعني انكليني لي فور انكليني، يعني هادي ها هي هاد الجهه اللي من هنا علاش جات هنا، لان هاد لي زابوي طالعه وهنا علاش هاد البلاصه غادي لها تجي، لان هنا راه من هنا تنهبط. داكشي علاش جات مايله ب 45 درجه. Pour empêcher ce type de rupture, nous allons concevoir une troisième poutre possédant en plus des armatures transversales. 4. يعني قال لك باش نتجنبوا هاد لي فيسير هادو اللي هما انكليني، يعني تنستعملوا واحد لي ان بار اولا لي زارماتير ترانسفيرسال، يعني باش نتفاداو هاد التشققات هادي اللي هما بحال لي كادر ولي زيتري ولي بانغل. ها مثلا هنا فاش طبقنا هنا ان فورس هذه لي زابو، هنا طبقت واحد لا فورس هذا هو التشقق اللي كيتسمى ريبتير فيسير انكليني. مي باش نتجنبوا هاد لي فيسير انكليني تنديروا لي زارماتير ترانسفيرسال كيما هاد الحاله هادي، بحال اللي تقول تتخيط هاد البلاصه هادي باش ما تهبطش هاد البلاصه على هاد البلاصه. لو كادر بيرميت دو كوب دو فيسير دو كودر دو فيسير، مفهوم؟ يعني بحال الدور ديالو كيخيط. ها هما عندنا لي تيب دي كادر، هادي كتسمى تخيي لي من جوج جهات اللي من جهه واحده اي بانك. المهم درنا دابا ان سي ارمي لاسي لونجيتيدينو بليس لاسي ترانسفيرسو، يعني في هذه الحاله درنا لي زارماتير لونجيتيدينو ترانسفيرسال. لا بوتر اورا انكور ان ريزيستانس اميليور لا ريبتير انترفين ا اف ايغال 110000 نيوتن، يعني 18 فوا بلي. يعني قال لك في هذه الحاله طبقنا عليها واحد لا شارج ديال 110000 نيوتن، مي كيما كتشوفوا التشققات ما المقاومه ديال هاد لابوتر مزيانه محسنه، يعني من قل من 110 ديال لا فورس لابوتر ما غادا طرا ليها حتى شي حاجه. كيما كتشوفوا ها انا فاش درنا لي زارماتيف ترانسفيرسال يعني تجنبنا هذيك لا فيسير انكليني، بقى انا غير يعني اللي تيكون عندنا طالعين هنايا ما عندهمش هادو كاع التاثير. دو مانيغ استابيليتي لي زارماتيف اون بلاس دي اسي دو كونستريكسيون dans les zones de la poutre où il n'y a pas d'acier longitudinal. Acier de constriction en haut, si présence d'acier longitudinal en bas et réciproquement. يعني قال لك بحال دابا حنا يعني لي زارماتير بالنسبه التي كالكيل بيتو ارمي، يعني الحديد اللي تتحسب غالبا تتحسب غير في البلاصه، يعني اكثريه تتحسب غير ديال التحت. مي انا فاش تكون عندي الكادر خصني ضروري ندير واحد لي زاسي اللي الفوق باش يدور عندي الكادر. هاد لي زاسي اللي تيكونوا عندي الفوق يتسمى لي زاسي دو كونستريكسيون. دونك هما هادو هما لي زاسي دو كونستريكسيون، وهادو اللي كالكيليت انا تيتسمى اسي برينسيبو. يعني في هاد الحاله راه عندي ليا هادي اللي خدامه من هنا، بلا لي زاسي كونستريكسيون راه ما خدامش. لي بوتر بوف اتر بري فابريكي اون اوزين او سور لو شونتي اون بريفوا الوغ دي زاسي دو لوفاج. Ces aciers de levage sont des aciers lisses. Ils se déforment davantage avant la rupture et cette rupture est moins brusque qu'avec les aciers haute adhérence. Exemple d'une poutre préfabriquée avec d'acier de levage. يعني le poutre اللي تنديرها préfabriquée يعني اللي تجينا موجودة تخليو ليها لي زاسي اللي هما خارجين هنا يتسموا لاسيي دو لافاج، يعني خصني ملي تيتشدو هذا فاش غادي نخدم لك الكرو وغادي نبغي نهز هاد لابوتر نهزها في واحد التوازيام ايطاج ولا كاطريام ايطاج خصني منين نشدها
يعني تيديروا تقريبا 80 تيتشدوا تيخليهم يعني باش نتشدوا ونديروا لهم تاع لي زارماتير لونجيتيدينال او لا لي زارماتير دو كونستريكسيون كيف ما شفنا بيرون دي ديفيرون تيب داسي لي زاسي عندنا لي زاسي لونجيتيدينال سي زاسي ريبرونون لي زيفور دو تراكسيون اموني بار لا فليكسيون Ces aciers sont calculés en fonction des efforts courts de béton armé. Les aciers longitudinaux sont parfois appelés aciers principaux ou de résistance. Et on a les aciers de longitudinaux. On a dit qu'il y a une nétige de la force qui nous a fait. C'est-à-dire qu'on a une force de chute, c'est-à-dire qu'on a une traction. Nétige de l'inhinaire de la poutre. Donc, on a dit qu'il y a une calculée. اون فونكسيون تتكالكيلو انطلاقا من هذيك لي فورس اللي تكون مطبقه علينا عاد تنكالكيليو وهاد لي زاسي لونجيتيدينا يعني اولا البرينسيبول اللي قلنا تيكونوا عندنا من تحت تتسمى اسي برينسيبو او دو ريزيستون يعني هما يعني لي زاسي اللي هما اساسيين اولا هما ديال المقاومه لي زاسي ترانسفيرسو سي زاسي ريبرون على فور ترونشون اي سون جينيرالمون كونستيتيي دو كادر d'épingles ou d'étriers. Les aciers transversaux ainsi que leur espace sont également calculés. Il y a les aciers transversaux, il y a les colons de l'arbre, il y a les aciers, il y a des aciers, نتيجه ديال واحد القوه ديال القص يعني سيزيمو فاش تيكون البلاصه اللي غيكون عندنا اللي غادي تكون مثلا عندنا توقع لنا سيزيمو ديك الساعه راه ضروري خصنا نديرو لي زاسيي ترانسفيرسو وهاد لي زاسيي ترانسفيرسو كاينين بزاف كاينين تتكون من الكادر ولي زيبانغل ولي زيتريي هاد لي زاسيي ترانسفيرسو لي سباسمون راهم تيتكالكيلاو في البي او اي لي زاسيي دو كونستريكسيون سي زاسيي بيرميت دو ريجيديفيي لا كاج دارماتير اي دو بيرميت دو لوفاج دو سيلسي Ces aciers ne sont pas calculés et sont également appelés aciers de montage. Il y a des aciers de construction qui sont finis, qui sont derrière le four, qui sont les aciers de montage. Et on a déjà des aciers qui sont montés ou les armatures transversales finissent dedans. Les aciers de levage. Elles permettent de lever les éléments de béton ou les très lourdes cages d'armature. Et sont en acier lisse. Il y a des aciers de levage. 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 Il y a des aciers de acier de lavage. هلا هذا بيتما هو acier كابل اون acier de lavage يعني اللي تنخليو ليه المهم عنده علاقه خصو يتشد يعني هذاك لاسي خصو يتشد لينا كيتسمى ديك الساعه acier de lavage بالنسبه كملو Les aciers de liaison, ils permettent de transmettre les efforts entre les différents éléments de la structure. يعني les liaisons, يعني liaison معروف هي الربط. شنو الدور ديالو هو انه تيهز لينا واحد لاشارج مثلا عندي حديده مع حديده وانا شديت لاصقتهم هذيك لاشارج اللي كاينه في هذه الحديده وهذيك اللصاق اللي لصقته انا يمكن لها تتحول ليا لاشارج لهذيك الحديده الثانيه ديالها نشوفوا ليكزامبل ديالها من بعد غنشوفوا ليكزامبل ديالها هذا هو اكزامبل ديالها هما هادو كيتسموا لي زاسي دو ليزون يعني تتربط لينا ما بين هاد لاسي وهاد لاسي هاد بحال هاد الحاله عاوتاني هنا يعني تتربط لينا ما بين جوج الحوايج لونغوباج دونك عندو دابا لونغوباج لي زاسي دواف اتر بروتيجي دي زاغريسيون اكستيريور اي نو دواف با جيني لو رامبليساج دو بيتون Et il faut pour cela respecter une distance d'enrobage C ou E. L'enrobage varie selon l'agressivité de milieu. Ou à 3 ou à 5 cm. C'est le milieu qui est en train de faire. Il y a une place qui est en train de faire. Je vais vous dire que l'acier, il y a un petit peu de l'enrobage. Il y a un petit peu de l'acier.
باش ما يدخل ليه لا ما لا والو، هذاك البيطون تيحميه لينا باش ما توصل ليه حتى شي حاجه هاد السياده باش ما يتكلش لينا. هذيك لونغوباج عندك البلاصه من هنا لهنا هاد السياده اللي ما تتسمى ديستانس دونغوباج، وراه تكون بدله على حساب الطبيعه. مثلا خدام في السومي غير السومي تدا 5 سنتيمتر لا بوتر ديشي جوج اوناس ثلاثه البوطو لونغوباج مينيمال بروتيكسيون دي زاسي اي بوسيبيليتي دو بيتون دو بيتوناج. يعني الدور ديالو قلنا بروتيكسيون ديال تحمي لي الحديد و بوسيبيليتي دو بيتوناج. علاش نديرو مثلا هنا مثلا انا خليت ما خليتش لاسي ما خليتش لونغوباج ما بين هذا وهذا بزاف، فاش انا نبغي ندير البيتون ديالي مثلا عندي واحد الكرافي اللي هي كبيره مثلا، فاش هذيك الكرافي تقدر توحل ليا ما بين البيتون لاسي ما بين هنا الكوفراج عندي هنايا ما بين لاسي والكوفراج، غتوحل ليا هذيك البيتون هذيك الكرافي غتوحل ليا. فاش غتوحل ليا هذيك البلاصه اللي لتحت ما عندهاش كيدير منين يدوز لي هذيك الكرافي الصغيره ولا هذيك، داكشي علاش عندنا يعني تتحمل ليا لاسي وتا البيتوناج على حسابها. وتاني ندوزو لونغور دو ريكوفرون. لوسكو اون بار داسي ني با اسي لونغ اون برولونج افيك اون اوتر بار بوكوا لي فور بويس سو ترانسميتر دون بار ا اون اوتر. Il est nécessaire de recouvrir les barres sur une certaine longueur, dite longueur de recouvrement. Cette longueur veut 50 fois diamètre pour de l'acier courant Fe 500 MPa. Et on a la taille de la longueur, on a la taille de la longueur, on a le diamètre de l'acier, on a l'élasticité, on a l'élasticité de la 500 MPa. On a dit le hadith. هاد لونغور دو ريكوفريمون الضو ديالو بانه كيما تقريبا بحال ديال ليزم، يعني تيحول ليا مثلا عندي واحد اون بار اللي كبير. غنشوف اللي لقيت اكزومبل نوال ما كاينش اكزومبل. المهم بحال هاد هنا يعني هاد لي شارج اللي تكون هاز هاد لاسي هذا، وهنا ما صافي نحبست واحد لهنا يعني مازال عندي تنجيب هاد اون بار واحده اخرى من هنا. يعني هاد الطول هذا اللي هنا يعني هاد مثلا هادي 5 هاز لي 500 ميجا باسكال، راه حتى هادي تولي هاز لي 500 ميجا باسكال. يعني القوه يعني تتحول ليا لا شارج اللي هاز هادي تتحولها ليا لهادي. هذا هو الدور ديال لونغور دو ريكوفرون. اكزامبل دا برو دو فيراير كوب دي ليفاسيون. بعد واحد الحاجه اللي تعرفوا اللي الناس بزاف ما عارفينهاش، شنو هو الفرق ما بين بلون دو فيراير وكوفراج. بلون دو فيراير تعطيني لي زارماتيل ديالي، وبلون دو كوفراج يعني تعطيني لي ديمونسيون ديال ديك لي زيليمون لي تندير لي ليتيد ديال. المهم انا عطينا كوب اون ليفاسيون، عطينا واحد الكوب هنايا يعني هاد ليتيد ممكن تشوف ديال البودر ديال واحد الكوب لونجيتودينال، يعني كتبين لي لي زار ماتير ديالنا. وهنا عطينا ان كوب يعني ديال لي زار باش تعرف لي زار ماتير ترانسفيرسال والنوع ديال وشحال عندك منه. بالنسبه هنا تيكون عندك شحال من بار وتعطيك يعني اللونغور ديالو كيفاش الشكل ديالو غادي يكون. ندوزو دابا ليدا. ليدا ليدا تو كوم لي بوتر. ليدا سون دي زيليمون كي سون سومي ا دو لا فليكسيون مي دان ني اوتر كان بوتر تري لارج. يعني ليدا تاي عندها واحد الدور نفسه يعني تا هو ديال لا بوتر، يعني تاي تطبق عليها واحد انفليكسيون بلاصه اون زونتوندي بلوتو كو دو بلاسي دي بار surtout la surface de la dalle. On utilise des panneaux de trier sur une place électrique qui a tendu l'attraction. On a un panneau de l'équipement de trier sur dans les bâtiments courants. Il n'est pas nécessaire de mettre des aciers transverses au cadre de ce fait. On n'a pas d'acier de construction. On a mettre la dalle, mais on dit que les armes les armatures transversales. On a développé le wardi. واخا يكون بالبيتون ارمي بلا تدير بحال هكا غير الشبكه وصافي، ولا تيديروا غير الشبكه ما تيديروا يعني غير لي زارماتير لونجيتيدال ترانسفيرسال ما تيديرهمش. سيغ لو بور تور دي تريم اون رانفورس افيك دي زاسي. يعني بلاصه بحال دابا اللي تكون فيها تريمين الفتحه ديال ليسكالي ولا لاكور عند الوسط، نزيد واحد لي زاسي ندير رانفور باش رانفور تندير مثلا هذا من هنا ومن هنا ومن هاد الجهه ومن هاد الجهه. هما ديمونسيون ديالهم كاينين هنايا. Les poteaux de construction classique sont soumis à de la compression. Même si le béton résiste bien à la compression, on ajoute des aciers pour participer à la résistance de la compression au risque de flambement. Disons tendez à Paris. Grig ben le poteau. Alors les mettez ta poteau ouais tu devais faire les constructions de Dior. Tu tardes dans le dark là, la compression. يعني وحنا عارفين بان البوطو راه غير بوحدو راه كافي باش يريزيستي لنا لا كومبريسيون،
مي علاش تنديرو ليه لاسي باش بو بارتيسيبي على ريزيستونس ديال الكوب بليسي ماشي باش يعاون بحال نقولو يعاون البيتون وباش ريزيست لينا حتى من الفلومباج يعني بحال دابا البوط غادي يخرج ليا من هنا ومن هنا باش تطبق لي واحد لاشارج يعني هاد لازار فاتي ترونسميسيون ما تيخليش كاع يوقع ليه هذاك الفلومبون من هاد الجهات يعني تيخليه مستقيم ماشي دونك هاد بوتونو ارمي بوتونو ارمي لون جديد يعني هاد لي دو هادو ما خداميش مي هذا هو البوتون اللي خصو يدير la disposition constructive il faut au moins 3 cadres pour assurer le recouvrement يعني مثلا فاش عندي واحد لي دو ايطاج لحقت واحد ليطاج اللي هو مختلف على التحت مثلا عندي رو تشوسي ولا بروميير ايطاج يعني هذاك البوطو اللي عندي هنا لتحت مع هذا البوطو اللي هنا يعني تنديروا ليه تنخليوا ليه واحد لي زاسيون ناطط بحال دابا هنا دايرين ليه هما لي زاسيون ناطط ولكن تنخليوا ليهم حنا يعني غالبا اللي تيخدموا على هذا البوطو هذا اللي لي زاسي ديال البوطو التحتاني تنخليوا ليهم لي زاتون ديالهم يعني وهذوك لي زاتون تنديروا تيتمون لونغول دو ريكوفرمون تديروا ليهم على الاقل خصو يكون فيهم 3 ديال لي كادر باش يشدوا ليه مزيان هاد يعني هاد ريكوفرمون يعني هاد ملاقيه ما بين هاد لي زاسي ديال البوطو التحتاني ولي زاسي ديال البوطو اللي فوق منه يعني بحال دابا مثلا درت غير وحده هنا دونك هذا راه ما مشدودينش يعني تيقول لك المينيموم خصك دير ليا 3 هنا le poteau exemple de plan de ferraillage يعني poteau معطين تعطيوك يعني la coupe transversale longitudinale راه ديجا انا راه شرحت في فيديو كيفاش تقرا بلان ديال الفراير دي سمي دو فونداسيون l'effort de compression du poteau se transmet à la fondation par des billes de compression incline يعني غير هذيك لا شارج اللي تكون هذيك الكومبرسيون اللي تطبق لنا على البوطو تيحولوا لنا لا سمي كيفاش تدير لنا هاد لا شارج هادي تتحول لنا هنا واحد يعني تتحول لهم اللي يعني تتوزعهم على لا سومين هنا ما تبقاش هابطه هاد لا شارج اللي هابطه انا تتهبط لي هنا نيشان هنا لا تتحولهم ليا تعطيهم واحد الزاويه يعني انكليني باش البلاصه كامله اللي هنا ديال لا سومين تتولي تطبق عليها هذيك لا كومبريسيون هادي مي فاش تدير لنا هاد لا فورس هنا راه تيوقع لنا واحد انتراكسيون هنا داكشي علاش تنديرو المهم ترى نرجعو ليها المهم هاد لا فورس اللي تدير هنا تولي مطبقه هنا تتولي عاطينا واحد اون فورس اللي هي لا ريزولتون هوريزونتال دو سي بي دون دو فورس دو سونس اوبوز يعني هاد لا شارج اللي قلنا تمشينا في الاتجاه هذا فاش تتسطح ليا مع الارض تتولي عندي لا شارج غاداك وغاداك هذوك لا فورس هادي دو لا نيسيسير دو بلاسي دي زارماتير داكشي علاش قالك هنا تنديرو لي زارماتير ديالنا La disposition des assis permet d'obtenir la liaison voulue. Encastrement, marche, je suis encastrement. Moi, je vais te dire les assis. Peut-être qu'il y en a des autres places qui ont une interaction. Comme que tu vois, il y a une fissuration de la fissuration de la zone tendue de la sommeil. Il y a des places qui ont une لان البلاصه هي اللي وقع لينا فيها انتراكسيون داكشي علاش تديرو فيها لي زارماتير لتحت وما تديروهمش الفوق ليزون دي زيليمون دو ستريكتير دي زاسي دو ليزون بيرميت دو غولي دي زيليمون دو لا ستريكتير لي زاسي دو ليزون راه ديجا شرحتهم يعني بحال مثلا هنا هاد اي دو فروتاج يعني هذا تيتسمو لي زاسي دو ليزون يعني تيربطو ليا ما بين لي زاسي يعني واش تيبدلو لهم تا هما لي شارج بحال الدور ديال لونغور دو بحال ديال لي زاسي دو ال اس لونغور دو ريكوفرومي بحال الدور ديالو كيما كتشوفو معايا ها هما لي زارماتير لي طرون دو برانسيبو يعني لي زارماتير لي تيكونو عندنا تحت و هادو لي زارماتير لي الفوق يعني الدور ديالهم قلنا عار المونتاج باش نشدو فيهم هاد ترونسفيرسال وهنايا عاوتاني عندي لي زارماتير هنا الفوق كيما كتشوفو هادو برانسيبو هنا هادو هما الحالات اللي قلتلكم كاين فين تيتكالكيلو علاش انا درنا هنا الفوق لان راه عندي واحد ان شارج يعني اللي طالعة من الفوق واحد ان رياكسيون من الفوق يعني راه هنا تيوقع ليا انفليكسيون دابا مثلا انا رسمت المنحنى ديال المومون فليشيسون ها كيفاش غادي يجينا يجيني بحال هاد الشكل هذا البلاصة اللي تتكون هابطة عندي راه تما فين تيكون عندي انفليكسيون انتراكسيون هنا عندي المنحنى هابط لتحت يعني راه تيقولو بان لتحت فين خصني ندير لي زارماتير برانسيبو كنت كان عندي الفوق راه تبنى الفوق فين خصني لي زارماتير برانسيبو لونغ هاد لونغ دو لوكوبرومو هنا خصو يكون على الاقل 3 بار قلنا
هكذا نقول سالينا الشرح ديال البرانسيب دو فراياج دو بيتون ارمي. مازال واحد الكور اخر اللي هو تاو مهم اللي هو ديال البيتون، كيفاش تنحصلوا على هاد المنحنيات هادو ان شاء الله تما نديرو في فيديو بوحدو. كنتمنى بانكم تكونوا استفدتوا على الاقل، او ما تكون ما استفدتوا غير شي حاجه، وما تنساوش الدعاء ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا تاهما معكم. شكرا على المشاهده.